على بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم ونجدد بكم اللقاء والترحيب مع هذه الانطلاقات المستمرة ومع هذه التحديات المتواصلة في هذا المساء الذي يجمع شعارات أبناء القبائل من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المهرجان الذي يحمل اسم غالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. الانطلاقات متواصلة والتحديات مستمرة للبحث عن النوماس الغالي في أغلى وأعتى المهرجانات. ينطلق في هذه اللحظات شوطنا الأول والرئيسي للقعدان اللقاية، والمسافة هي 4 كيلومترات. بداية نتقدم إلى الصدارة وروح إيشان بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارا مايهاب فهد بن فهيد بن علي الهاجري على المستوى الثاني، بينما النقلة والدور إلى ثالث المراكز لكيارا سعد من يتقدم في هذه الانطلاقة فرج بن محمد بن فرج الدوسري على المستوى الثالث. رابع المراكز وصل في هذه اللحظات سنجار القادم على المستوى الرابع، محمد بن صالح بن جابر المري على المستوى الرابع. نقلة إلى خامس المراكز أتقدم مع هذا الشعار للطام القادم من قبل شعار عودة بن فريح بن عودة إلى حويطي على خامس المراكز. هاي النتيجة لهذه الشعارات التي تتقدم وتقدم لنا هذه الأبطال القوية مع هذه الانطلاقات المسائية التي تحضر فيها الأسماء وتتواجد في هذا الإبداع المميز لنا. عودة مع البداية ومع الانطلاق الأول لكيارا مايهاب على البداية وعلى الانطلاق الأول فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري على البداية. راعي جلمود يتقدم في هذه الانطلاقة ويقدم لنا مايهاب. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارا شعار بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي من يقدم لنا وحيشان على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز وصل سنجار القادم بشعار محمد بن صالح بن جابر المري على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصل شعار فرج بن محمد بن فرج الدوسري مع سعد في هذه الانطلاقة التي تأتي بهذه السعادة ويقدمون لنا أجمل الشعارات وأروعها. ولكن خامس المراكز وصل في هذه اللحظات للطام عودة بن فريح بن عودة الحويطي على خامس المراكز. ها هي النتيجة لهذه الشعارات المتميزة وللأسماء المتواصلة للبحث عن الإبداع في هذا المهرجان الغالي. إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الأفاضل نعود وإياكم إلى مايهاب على البداية وعلى الانطلاق الأول بشعار فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري على البداية وعلى الانطلاق الأول. النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكيارا وحيشان بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، ولكن بدت الشعارات الآن بالاقتراب. وصل في هذه اللحظات وانضم إلى المعركة فرج بن محمد بن فرج الدوسري مع سعد وارا سنجار بشعار محمد بن صالح بن جابر المري، وارا شعار لطام عودة بن فريح بن عودة الحويطي في هذه الانطلاقة التي تجمع لنا الأصايل وتتقدم بهذا الإبداع الجميل. ولكن وين وصلنا يا أخواني؟ وين الكيلومتر الأخير؟ الكيلو الخطير يبيلها واحد مثل بفيد، يبيلها واحد مثل بن طحنون. من يقدم لنا مايهاب الآن على البداية وعلى الانطلاق الأول؟ ينطلق بانطلاقة مايهاب. مايهاب على البداية، مايهاب على الانطلاق،
الأول بينما النقل والدور إلى ثاني المراكز لكيارة لطان في هذه الانطلاقة. وصل في هذه اللحظات مجري الهياب قادم على المستوى الثاني بشعار عودة بن فريح بن عودة الأحويطي مع لطام. بينما ثالث المراكز وصل سعد في هذه الانطلاقة فرج بن محمد بن فرج الدوسري. ولكن العودة إلى الصراع، العودة إلى النزاع. الله يا سلام، اللحظات الأخيرة، الأمتار الكبيرة، بن بعيران وبن طحنون، بن طحنون وبن بعيران. ولكن ما يهاب ما يهاب ما يهاب للأشواط الرئيسية، ما يهاب للإبداع، ما يهاب للبطولات، ما يهاب يا بن طحنون، بن طحنون بن طحنون. ياتي بهذا البطل، ياتي بهذا النادر المتميز الذي يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة والاندفاع الرائعة في أول الأشواط المسائية لفئة القعدان. مشاهدين الأعزاء، متابعين الأفاضل، تهانينا والنماس لمالك مايهاب فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. ثاني المراكز وصل في هذه اللحظات للطام عودة بن فريح بن عودة الحويطي. ثالث المراكز وصل في هذه الانطلاقة سعد بشعار فرج بن محمد بن فرج الدوسري مع سعد. بينما رابع المراكز كان الوصول والانطلاق من قبل بيشان بن محمد أرزق العجمي من قدم لنا وحيشان. خامس المراكز سنجار بشعار محمد بن صالح بن جابر آل جابر المري على المستوى الخامس. مشاهدين الأعزاء، متابعين الأفاضل، تابعنا وإياكم هذا الصراع الكبير من قبل الشعارات الكبيرة هنا. ولكن ما يهاب إلى الإبداع، ما هاب شعار فهد بن فهيد بن علي بن طحنون الهاجري. 6 دقائق 11 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. ثانية المراكز كان لطام بشعار عودة بن فريح بن عودة الحويطي. مشكور يا أبو عبيد، مشكور يا بن بعيران. 6 دقائق 13 ثانية، 20 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان الانطلاق من قبل شعار سعد بشعار فرج بن محمد بن فرج الدوسري. من قدم لنا هذه الانطلاقة المتميزة؟ لحظة وصوله إلى خط النهاية، 6 دقائق 30 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذه الانطلاقة.